معنا الآن متابعينا الأعزاء الدكتور عبد السلام شقير، نائب رئيس المركز الوطني للقياس وتقويم العمليات. أهلا وسهلا دكتور عبد السلام، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، حياك الله. الله يعطيك العافية. يريد في البداية تحدثنا عن تحديدا من ناحية المركز الوطني للقياس والتقويم، طبعا أعلن مؤخرا عن ترتيب المدارس، حدثنا عن هذا الترتيب، يعتمد على ماذا؟ بالنسبة لإعلان المركز على ترتيب مدارس ثانوية في المملكة، مبني على أداء طلاب هذه المدارس في اختبار القدرات والاختبار التحصيلي على مدى 3 سنوات الماضية. وشرع المركز منذ أكثر من 5 سنوات لإعلان هذا الترتيب لتشجيع صراحة المدارس للتنافس فيما بينهم لرفع مستوى الطلاب في مجال التعليم والتنافس فيما بينهم. في اعتمادات معينة أو بعض الاشتراطات اللي اشترطتموها، فبالتالي من خلالها جاء هذا التنافس؟ صحيح، التنافس هذا راح يكون هو في الواقع حسب معايير اللي هو أداء الطلاب في اختبار القدرات العامة، وكذلك فيه قائمة لترتيب المدارس حسب أدائهم في الاختبار التحصيلي، واللي التأكد التأكد من ثبات هذا المقياس وترتيب تلك المدارس اعتمدت نتائج طلاب ثانوية في تلك المدرسة ل3 سنوات بالنسبة لاختبار القدرات و2 سنين بالنسبة لاختبار التحصيلي. طب هذا الترتيب يعني إسهاماته في العملية التعليمية؟ بلا شك هذا مثل ما ذكرت لك من شوي أنه يحفز الطلاب ويحفز المدارس للتنافس فيما بينهم ورفع مستواهم، بحيث المدرسة تلاحظ أداء مستوى أداء الطلاب في مدرسة مقارنة بالمدارس الأخرى، مقارنة بنتائج الثانوية العامة. وهذا في الواقع كانت مبادرة كذلك من وزارة التربية والتعليم بتوجيه من معالي النائب لتعليم البنين الدكتور حمد آل الشيخ، أن الاستفادة من توجيهها لجميع المدارس وإدارات التربية والتعليم للاستفادة من هذه الدرجات، من هذا التقييم للمدارس، وردم الفجوة بين نتائج الثانوية العامة ونتائج ومتوسط أداء طلابهم في هذه الاختبارات، وخصوصا الاختبار التحصيلي. الاختبار التحصيلي هو في الواقع قياس للمعارف التي حصلوها خلال سنوات دراستهم في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى تشجيعهم لتغيير طريقة التعليم. صراحة في الواقع الآن التعليم يعتمد بنسبة كبيرة على الحفظ، واختبارات المركز بالنسبة لاختبار القدرات يعتمد على الفهم بدرجة كبيرة جدا، اختبار التحصيلي كذلك يعتمد على الفهم والحفظ كذلك. يعني لذلك نأمل من جميع المدارس الاستفادة القصوى من هذا التقييم صراحة، وهو من جهة محايدة. المدارس اللي دخلت في التقييم هي المدارس التي عدد طلابها أكثر من 10، وأخذ المتوسط مثل ما ذكرت لك بالنسبة يعني مقياسين القدرات 3 سنوات والتحصيلي أداء طلابها خلال آخر سنتين. نعم دكتور عبد السلام، يعني ما تلاحظ أنه تحديدا أن الطالب راح أنه يصطدم بمجموعة من العقبات، من ضمنها يعني طريقة هذا الاختبار فيما يتعلق ب تعرف أنه التحصيل الطالب خلال السنوات الماضية غالبا يعتمد في كثير من مرتكزاته على تقريبا 90% على العملية اللي هي عملية الحفظ. الآن أعتقد أنه يصطدم بمثل هذا الاختبار، التهيئة قبل هذا وشون تتم؟ التهيئة بالنسبة من طرف قياس شعر بمسؤوليته حول هذا الموضوع، ومنذ بدء الاختبارات قبل أكثر من 10 سنوات وأصدر حقيبة تدريبية وتباع بالمكتبات بسعر رمزي. هذه حقيبة تدريبية فيها أمثلة محلولة على الاختبارات، فيها اختبارات حقيقية وكذلك سي دي محاضرات تعريفية بهذا الاختبار، بالإضافة إلى النشرات التي يرسلها المركز لتعريف بالاختبار لجميع الطلاب في مدارسهم. هذه تعرف الطلاب مستوى الاختبار وما هو مطلوب منهم في وقت مبكر. لم يكتفي المركز بذلك، بل تقدم وأخذ مرحلة أبعد من ذلك
وقدم حقيبة تدريبية جدا متميزة على الإنترنت، هي تفاعلية، يستطيع جميع الطلاب الدخول لهذا البرنامج التهيئة والتدريب. برنامج التهيئة والتدريب متكون من 3 أجزاء رئيسية. الجزء الرئيسي هو توضيح المفاهيم التي بني عليها اختبارات القدرات، وشرح مفصل وتفاعلي، بالإضافة إلى أمثلة محلولة. الأمثلة المحلولة هذه تساعد الطالب على التهيئة للاختبار القادم من اختبار القدرات، وربطها كذلك بالمفاهيم. بل أكثر من ذلك، وضع اختبارات حقيقية طبقت سابقا، بمعنى أن الطالب الذي يدخل الاختبار على موقع المركز الإنترنت بكامل تهيئته بظروفه، بمعنى لن يحصل مساعدة من آخرين، الالتزام بالوقت، عدم المقاطعة من أحد من اللي حوله، راح يحصل على درجة قريبة جدا من الدرجة الواقعية، وتعطى له الدرجة هذه، وكل هذا مجانا. بمعنى المركز نعتقد أنه أدى دوره، الباقي على المدارس صراحة يجب أن يأخذوا دورهم في هذا المجال والاهتمام. أوصي أخوان المعلمين وأخوات المعلمات، الاهتمام ثم الاهتمام بالنشأ الجديد، الحرص على رفع مستواهم وتعليمهم كيف يتعلمون، هذا أهم شيء. لا نقتصر طريقة تعليمنا فقط على حفظ ورقة أو ورقتين أو 50 سؤال 30 سؤال، وهذا الاختبار راح يأتيك من هذه. نعم، لكن دكتور عبد السلام، يعني ما تذكره شيء والواقع هو شيء مختلف. أيضا لا ننسى ولا نغفل يعني دور الأسرة يعني في تهيئة الطالب، أعتقد أنها تتحمل عبء كبير جدا. بلا شك، في الواقع احنا يعني ما نبري أنفسنا، نحن أولياء أمور، أبناءنا في المدارس، نعاني فعلا لما نرى أن مستوى الطلاب نأمل أن يعلمون بطريقة أرقى من الطريقة التي تتم الآن، ولكن لم نبعث أبنائنا للمدارس إلا ليتعلموا. يعني العملية التعليمية تعتمد بدرجة كبيرة على المدارس، ولكن لا نغفل جانب البيت. البيت مهما عمل، المدرسة هي الأساس للتعليم. صحيح. نعم دكتور، قبل فترة أعلن المركز عن بدء التسجيل لتحديد الاختبار كفايات المعلمين، حدثنا عن الاستعدادات لذلك. صحيح، بدأ المركز يوم السبت بالتسجيل لاختبارات المعلمين، وهذه السنة الخامسة لتطبيق الاختبار بناء على طلب وزارة التربية والتعليم لتقييم مستوى المرشحين لعملية التعليم، وهذه خطوة أساسية لرفع ومن مستوى التعليم وجودة مدخلات العاملين في سلك التعليم، وهذه خطوة أساسية جدا، ونشكر وزارة التربية لاهتمامها بهذا الموضوع ووزارة الخدمة المدنية. المركز تعاون مع تلك الجهات ووفر مقاييس لقياس كفاية المعلمين، الحد الأدنى لتأهيل المعلمين، والتسجيل مستمر وما شاء الله في إقبال. الآن سجلوا أكثر من 15 ألف معلم خلال 3 أيام الماضية، والمتوقع أن يصل التسجيل إلى حوالي 30 ألف. الاختبار راح يعقد في شهر صفر، الأسبوع الأول من صفر، ونحث جميع أخواننا المعلمين للاهتمام في هذا الأمر والاستعداد له. الاختبار مكون من 4 أجزاء، جزء لغوي ومهارات لغوية، وجزء مهارات عددية، والجزء الثالث مهارات تربوية، والجزء الأخير والأهم اللي هي المهارات التخصصية في مجال تخصص المعلم. نعم، كيف كانت الإجراءات تحديدا فيما يتعلق باختبار القدرات العامة للبنين اللي بدأت الفترة الأولى يوم الخميس الماضي؟ ولله الحمد أعتقد فيها شوية صعوبات، ولا لا؟ تبدأ قبلها بأشهر كثيرة، وبدأ الاختبار مثل ما تفضلت يوم الخميس الماضي صباحا، ومستمرة إلى الخميس القادم، وكل يوم تقريبا نختبر أكثر من 30 ألف طالب في اليوم الواحد، موزعة على 87 مركز حول مناطق في مناطق المملكة المختلفة. بعضها تعمل لمدة أسبوع، وبعضها تعمل لمدة يوم أو يومين حسب عدد الطلاب في تلك المنطقة.
نعم. سؤالنا الأخير فيما يتعلق بالبطاقات الذكية للطالبات، بدأ المركز في إصدارها على مستوى المملكة، حدثنا عن هذه التجربة، تجربة المركز في ذلك. المركز راعى بعض الأمور الاجتماعية لأولياء الأمور والبناتنا الطالبات بخصوص إثبات الهوية. إثبات الهوية، الاختبارات المركز يشترط إحضار الهوية الوطنية لدخول الاختبارات أو الإقامة بالنسبة لغير السعوديات، ولكن في بعضهم يجد صعوبة في إصدار البطاقة، وعمل المركز على إيجاد حلول بديلة ومنها إصدار البطاقة الذكية. وجند المركز للسنة الخامسة الآن فرق عمل، أكثر من 150 فريق عمل يبدأ يقوم بزيارة المدارس الثانوية لإصدار بطاقات ذكية تعتمد على البصمة، ومجدول أننا نزور أكثر من 1700 مدرسة خلال 6 أسابيع. وبدأنا يوم السبت الماضي، يعني قبل 4 أيام، ولله الحمد الأمور جدا ماشية، والمدارس متعاونة ومكاتب التربية والإشراف كذلك متعاونين معنا، ونشكر لهم، وإن شاء الله يكون لصالح الاختبار وضبط إجراءاته وتحقيق العدالة والابتعاد عن موضوع الانتحال الشخصية. نعم. دكتور عبد السلام مشكير، نائب رئيس المركز الوطني للقياس وتقويم العمليات، شكرا جزيلا لك، في أمان الله. أهلا وسهلا، في أمان الله.